سلام البنات، لبس عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الحاشيه او درس بالكروشي والعقيق، نفس الصوره اللي شفتوا في صوره الفيديو. غادي نحتاجوا الحرير على 4 شعرات، ممكن تستعملوا ديال الطرز. بالنسبة للكروشي أنا كنستعمل رقم 11 أو 12، والعقيق هذا المكركب سبق ليا ركبته في الخيط قبل ما نبدأ الخدمة. كنركبه واحد العدد ديال العقيق. والطرف ديال التوب أنا سبق ليا خدمت، أنا بديت أول سطر. هاد الخدمة خدمتها معكم بزاف ديال المرات. كنبداو ب 4 سلاسل، وكنخلي مسافة عمود، من بعد كندير عمود وندير سلسلة ونخلي مسافة عمود وندير عمود. انا غادي نكمل معكم واحد شوية باش نوصل لكم الفكرة بالنسبة للمبتدئات. كنرحب بجميع المتتبعات الجدد وتال اللي كانوا معنا من بداية القناة. انا كما شفتوا درت سلسلة وخليت مسافة، ومن بعد درت عمود. كندير سلسلة كنخلي مسافة، القيمة ديال الفن فين غنخدم عمود. هاد الحاشية كتجي في الكمام، هكا حتى كنساليو. الدورة كاملة. نتوما غادي تخدمو داير على الكم، انا غادي نقلب الخدمة. غنرتفع ب4 سلاسل، يعني 3 سلاسل اللي كتعود لعمود، وسلسلة اللي كتكون بين هاد الأعمدة. ونجي فوق العمود وندير عمود، سلسلة، نجي فوق العمود، نفس الخدمة كتعود. انا غادي نكمل هكا هاد السطر الثاني، ونقدر نضيف سطر اخر. ونرجع معكم باش نكملوا الخدمة. انا كملت 3 اسطر بنفس الطريقة. قلبت الخدمة هاد السطر، غادي نستعملوا العقيق. غادي نجي لهنايا اول فراغ، ندير نخدم غرزة حشو، غنجر عدد ديال 6 دلقيقات، نحاول نسد عليهم بحال هاد الطريقة سلسلة. ونجي للعمود وندخل بالكروشي ونخدم غرزة حشو، هنخدم في الفراغ غرزة حشو، غرزة حشو في العمود، فوق الفراغ غرزة حشو، غرزة حشو في العمود. هذا الفراغ الثالث، غرزة حشو، نجرو مرة أخرى 6 دقائق، ونسد عليهم بسلسلة بحال هاد الطريقة، ونثبت بغرزة حشو في العمود الموالي.
غنخدم من بعد هاد الغرزة، غنحسب الغرزة الأولى الغرزة الثانية الغرزة الثالثة الغرزة الرابعة الغرزة الخامسة، يعني 5 الغرز. من بعد ما كان نثبت هاد العقيقات، يعني 6 العقيقات بغرزة حشو، كنحسب 5 ديال الغرز حشو، يعني فوق كنخدمهم فوق كل عمود فوق كل سلسلة، يعني ما كنخليو حتى ما كان. من بعد كنجر 6 العقيقات ونسد بسلسلة، حاولوا تزيروا الخدمة. هنا ثبت في بغرزة حشو في الفراغ، غنزيد نثبت في العمود بغرزة حشو وغنحسب، يعني غنحسب من هذا الفراغ الغرزة الأولى الغرزة الثانية الغرزة الثالثة رابع غرزة الغرزة الخامسة، ومن بعد كنهبط العقيق. بحال هاد الطريقة كنسد بسلسلة ونثبت. غادي نكمل انا بنفس الطريقة، يعني كنتمنى نكون وصلت الفكرة، ونرجع معكم باش نكملوا الخدمة. من بعد ما كملت العقيق، هذا هو الشكل ديال العقيق. غندور الخدمه، نتوما غتخدموا بشكل دائري. غادي نرتفع ب 6 سلاسل على حسب الطول ديال هاد، ممكن 6 أو 5 على حسب الطول ديال هاد العقيق اللي عندي هنا. هنا 3 4 5 6، غندخل هنا غنجي لهاد المكان، يعني في المنتصف ديال هاد 6 العقيقات، غنثبت غرزة حشو. من بعد غنرتفع 5 سلاسل نجي لهنا في المنتصف، غندخل بالكروشي نثبت بغرزة حشو 5 سلاسل ونجي لهنا غرزة حشو. نكملو بنفس الطريقة، سنكمل السطر كامل ونرجع معكم باش نكملو الخدمة. انا كملت السطر ديال السلاسل، هنا كدورو الخدمة نتوما غتكملو. انا قطعت الخيط وجيت لهنا الاول سطر فوق هاد الغرزة الحشو، ثبت الخيط بغرزة حشو. من بعد غادي نرتفع ب 3 سلاسل كأول عمود، وندخل هنا وندير العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع العمود الخامس العمود السادس. من بعد غادي نهبط العقيق 3 العقيقات، غنسد بسلسلة
بعد غادي نضيف هنايا في نفس السلسلة 5 أعمدة، غنجي لهنا لهاد السلسلة هادي غنثبت بغرزة حشو، غندور الخيط، غن هنا غنعمر 6 أعمدة، من بعد ندير 3 العقيقات، من بعد نضيف 5 أعمدة، يعني في المجموع 11 عمود. نهبط العقيق، ممكن نكتفيو غير بعقيقة واحدة، هنكمل أعمدة يعني 5 أعمدة من بعد ما كندير العقيق، ونجي لهاد القوس هذا غنثبت بغرزة حشو بالطريق، نزيد معكم وحدة، انا غادي نكمل حتى نسالي الخدمه اخر السطر، غادي نرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل ديال الضرس بعد ما كملت، ضرس خفيف، ممكن نخدمو على الكمام، ممكن نخدمو حتى في القناضر في الدورة ديال العنق، ونقلبو الخدمة بحال هكا، هنا غتجي الشكل ديالها أنيق وخفيف ومختلف. كنتمنى الدرس ديال اليوم يكون نال إعجابكم، ونتلقاو إن شاء الله في درس جديد.